بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم عن الغسالة ال جي 13 كيلو، هنشرحها إن شاء الله، يكون شرح سهل وبسيط بإذن الله لأي حد يقدر يفهمها بكل سهولة بإذن الله. طبعا ده الموديل بتاعنا بتاع الغسالة، ده الموديل اهوت احنا شايفين. طبعا هي دفع مباشر، موتور انفرتر، ودي الحلة بتاعتنا، وده البروجرامات والباور فلاتر. بالنسبة للأول نظام التشغيل بتاعنا، طبعا الفلتر الأزرق ده بعد نهاية كل يوم غسيل بفك الفلتر، أي اتساخات أي رسوب ولا حاجة بنضفها، وأركب الفلتر من تحت كده وأضغط من فوق. التاني نفس القصة، هما اتنين أفك وأنضف أي اتساخات أي رسوب ولا حاجة أنضفها كويس، وأركب من تحت كده وأضغط من فوق. الهدوم بتاعته وهي ناشفة أما أجي أحطها في الغسالة ما اقلش عن الفلتر، اقل عن الفلتر لازم، ما زيدش عن الفلتر، ما عديش المنطقه دي كده، اقل ما زيدش. هو عند الفلتر اهو زي ما احنا شايفين المسافه بتاعته اهيت، الهدوم بتاعته هي ناشفه اخر المستوى ده كده، اقل ما زيدش. البطانيه الكبيره لا، الحبل الفايبر الكبير برضه لا يحمي على الغساله، ممكن البطانيه الصغيره بتاعه الاطفال او الحبل الفايبر بتاع الاطفال، الكوفرتيات او الدفايات كبير صغير مفيش مشكله، بس ما احطش دفايتين اتنين كبار مع بعض، ما احطش اتنين كوفرتا كبار مع بعض حمل الغسالة، كوفرتاية واحدة كبيرة او دفاية واحدة كبيرة، ممكن احط دفايتين صغيرين بتوع الاطفال او اتنين كوفرتا بتوع الاطفال او دفاية كبيرة ومعاها دفاية صغيرة، ممكن احط كوفرتا كبيرة برضه ومعاها كوفرتا صغيرة. ده بالنسبة للملابس. بالنسبة للشرابات، المناديل، الحاجات اللي هي صغيرة كلها، اما اجي احط الشراب او المنديل في الغسالة احطه في قلب كيسة بسوستة كده، عشان اثناء التكييف السرعة العالية بتاعة الغسالة ما يخش الشراب او المنديل ما بين الحلة الداخلية والحلة الخارجية، يعمل لي مشكلة في الغسالة، او ان هو يعدي من ورا الحلة اصلا يخش عند الموتور يعمل لي مشكلة برضو في الغسالة، فيفضل نستخدم الكيسة دي للشرابات والمناديل والاشياء دي. بالنسبة للمسحوق بتاعنا، ده الدرج بتاع المسحوق، بحط المسحوق بتاعي من هنا، ويفضل ان ما استخدمش الدرج المسحوق، اعمل ايه؟ ادوب المسحوق في كوز ميه واكبه على الغسيل، دوني، معطر، ملين، مرطب، اي اضافات تانية هدوبها في ميه واحطها برده، بس احطها من المكان ده والفتحات ده يبدا يخرج من الخرام ده، يبقى متناسب، ما يبقاش مركز، يعمل لي بقع في الملابس. ده بالنسبه للمسحوق بتاعنا وبالنسبه للاضافات. بالنسبه لنظام التشغيل، ده مفتاح الطاقه اللي هو الباور، مجرد ضغطت عليه كده قالت الغساله، اول ما بتقدر الغساله بيجي على برنامج اسمه النورمال، النورمال ده اللي هو القطنيات العاديه بتاعتنا، لو ضغطت ستارت هتبدا الغساله تشتغل، هتبدا تسحب ميه وتغسل وتشطف وتجفف وتصرف، تعمل كل حاجه لوحدها. الحركه بتاعت الووتر دي اللي هي بتاعت الميه دي اللي هي الغساله بتوزن، حتى هنلاحظ ان الحله بتاعتنا اصلا اثناء الحركه دي تلاقي الحله بتلف زي ما احنا شايفين، الحركه الحله بتلف قدامنا كده، الحله بتلف يعني هي بتوزن كده، ان الحركه متغيره، ده مزين. اول ما الغساله بتوزن بتقوم واقفه عند ايه؟ عند مستوى ميه معين. طيب لو انا عايز برنامج تاني غير النورمال اجيبه ازاي؟ الغساله مطفيه، بقيت الغساله ما بروحش عند ستارت ولا اوكي تاكيد تشغيل، بقلب من حاجه اسمها البروجرام، في بروجرام واحد وفي عند بروجرام اتنين. كده عندي الول اللي هو الاصواف لو انا عايز اقوم ضاغط ستارت، كده عندي ديوفت اللي هو اللحاف بس انه حاف فايبر صغير للاطفال او الكوفرتيات او الدفايات او ما شابه ذلك، بعد كده عندي السايلنت اللي هو الهادئ او الصامت، لو انا هشتغل بالليل مش عايز الغساله يبقى عالي او الهدوم اللي هي شبه متهالكه اللي ما تحملش حركه شديده بالنسبه للغساله، بعد كده عندي النورمال ومعاه البري ووش، غسل القطن العاديه بس معاها غسله مبدئيه او غسله اوليه او زي نظام ناقع كده، الكويك اللي هو السريع، كوكوش اللي هو السريع، التيشيرتات، ملابس رياضية، الحاجات البسيطة أو الحاجات اللي مش متسخة أو نسبة عرق ولا حاجة. زي ما اتفقنا ده الكويك اللي هو السريع، التيشيرتات، ملابس رياضية، الحاجات البسيطة أو الحاجات اللي مش متسخة أو نسبة عرق ولا حاجة. الكسترا كلين اللي هي الملابس شديدة الاتساخ، ملابس متسخة قوي زي بتاعة الأطفال مثلا. توب كلين اللي هو تنظيف الحوض، كل شهرين او كل 3 شهور بجيب ازازه خل صغيره او نص ازازه خل كبيره، وبفتح الغساله بتاعتي واصبها في قلب الحله بتاعتي واضغط ستارت، تبدا الغساله تسحب ميتها وتغسل نفسها وتشطف وتصرف، تعمل كل حاجه لوحدها. ده نظام صيانه الغساله، كل شهرين او كل 3 شهور مره، هي دوره الخل. انا مثلا جبت برنامج النورمال القطنيات العاديه، لو انا ضغطت ستارت البرنامج ده قد ايه؟ 57 دقيقه، 57 دقيقه دول عباره عن ايه؟ عن سحب ميه وعن ووش اللي هو الغسيل وعن رينس اللي هو الشطف وعن سبين اللي هو العصر. انا عندي الووش، انا نفترض ان الغساله عندي وقت الغسيل قليل عايز ازوده، شايف ان هو زياده عايز اقلله، والشطف هكذا والتكييف هكذا، يعني عايز اتحكم في الووش والرينس والسبين. اتحكم ازاي؟ الغساله مطفيه بقيت الغساله،
ما بروحش بقى عند ستات ولا اوكي تاكيد تشغيل، بقى عند الاجزاء. اول تاكه على كلمه غسيل جالي 15، ده رقم اللي هو من ضمن ال 57 اللي هم بتوع البرنامج كامل على بعض، هم مش عاجبني هبدا انا ازود 18 غسيل 21 25. لو نلاحظ بعد ال 25 اداني 25 و5 ناع، 25 و40 ناع، 25 وساعة و5 ناع، كده لغيت الناع ولغيت الغسيل. لو انا مش عايز لا ناع ولا غسيل كده 3 دقايق غسيل، 6 دقايق، 9 دقايق، زي ما انا عايز، معايا من 3 دقايق لحد 25 دقايق غسيل والباقي ناع او الالغاء. بعد كده الرنس اللي هو الشطف، وجاي لي مره واحده مره واحده شطف، انا عايز مرتين شطف، عايز 3 مرات شطف، عايز 4 مرات شطف، عايز الغي الشطف خالص وليكن خدت مرتين. بعد كده اروح عند السبين اللي هو التكييف، جاي هنا الميد اللي هو المتوسط اللي انا عايزه عالي، لو عايز الغي التكييف خالص، لو عايز لو منخفض برضه زي ما احنا عايزين. خدنا كده اللي هو الاجزاء بتاعه الغساله اللي هو الوش والرنس والسبين. هروح بعد كده عند الووتر اللي هو مستوى الميه، هي الغساله كده بتوزن الملابس بتاعتها وبتاخد ميه على قد بالظبط، فالووتر ملناش علاقه بيه. هروح بعد كده عند التمبريتشر هي درجه الحراره، هو التلقائي بتاع الشركه بيشتغل على الكولد اللي هو البارد، لو قمت عامل كده الدان وورم اللي هو الدافي، قمت عامل كده الدان الهوت اللي هو الساخن. بالنسبه للميه الكولد اللي هو البارد لوحده، وبالذات في الشتاء الغسالة بتاخد 100% سخن، في عندي هدوم بتكرمل بسبب السخن لوحده، في عندي جوانتي بلاستيكات بتأثر بسبب السخن لوحده، فأنا عندي أحسن حاجة إن أنا أشتغل الورم اللي هو الدافي. الغسالة بتاخد 50% سخن و50% بارد، وده بيدينا مية دافية بينضف معايا كويس، يبقى صاش غسالة بالسنة. الهوت الغسالة بتاخد 100% سخن، في عندي هدوم بتكرمل بسبب السخن لوحده، في جوانتي بلاستيكات بتأثر بسبب السخن لوحده، فأنا عندي أحسن حاجة إن أنا أشعل الورم اللي هو الدافي. بعد كده في عندنا حاجه اسمها درجه النظافه، هو جاي التلقائي بتاع الشركه هنا على النورمال كده، اداني الهيفي اللي هو التقيل، كده اداني اللايت اللي هو الخفيف. طبعا احنا عندنا في مصر بالتحديد نقول لك انا عايز غساله بتفرك الهدوم اللي بتنظف اكتر يعني، ففي الغالب بيشتغلوا على مين، على الهيفي اللي هو الشديد. طيب انا اشتغلت الدور بتاعي والغسيل مش عاجبني، عايز اشدد شويه من الغسيل، اعمل ايه؟ غساله مطفيه، بقيت الغساله بدل ما بروح عند ستارت اللي هو الاوكي تاكيد تشغيل، لا بقوم رايح عند الاجزاء، قوم رايح عند الاستاذ غسيل، يا عم الغسيل احنا عايزينك 25 اللي هو اعلى حاجه خالص، قوم جاي عند الشطف الغيه خالص مش عايز غسيل، واجي عند التجفيف الغيه خالص، واجي هنا عند درجه الحراره اللي هي التمبريتشر، هي جالي الكولد اللي هو البارد، قوم خدها وورم اللي هو الدافي عشان تاخد 50 و50، واجي هنا جالي النورمال اللي هو درجه النظافه اللي هو المتوسطه، لا انا خليها هيفي اللي هو التقيل عشان تبقى حركه جديده تنضف معايا اكتر، واقوم ضاغط ستارت. اول ما الغساله هتسحب ميه وهتبدا تغسل وهتخلص الغسيل بتاعها، هتقوم مش هتصرف الميه بالمسؤوليه، انا واخد غسيل بس، هتقوم ايه محتفظه بالميه بتاعتها، هسيب الغساله ممكن تقوم طافيه بعدها بدقيقتين ثلاثه كده تطفي لوحدها، لو انا عايز اطفيها بايدي ممكن اطفيها بايدي، هسيب الغساله مثلا ايه بتاع نص ساعه او ساعه او ساعتين على حسب، زي ناقع كده بس ناقع بعد حركه غسيل يكون حلل لي الرواسب اللي في الهدوم. هاجي بعد كده اقوم قادر الغساله بتاعتي واخد اي برنامج يعجبني، اخد بقى هنا ورم برضو واخد هنا اللي هو التقيل واقوم ضاغط استارت، كده هيبقى برنامج اكن عدت الغسيل مرتين اتنين، بس المره الاولى كان بعدها ناع والمره التانيه برنامج كامل غسيل وشطف وتجفيف، يطلع لي هدوم 10 10 مبقاش فيها اي مشاكل نهائي. بعد كده في عند حاجه اسمها التايم ديلي او ديلي ستارت اللي هو تاجيل التشغيل، احنا مثلا وليكن هنشغل الغساله الساعه 10 بالليل، وليكن الدور مثلا هيبقى ساعتين، يعني معنى كده هتخلص الساعه 12 بالليل، هتفضل الغساله من اول الساعه 12 بالليل لحد تاني يوم الصبح الساعه 7 والساعه 8. بالذات في الصيف هاجي اخرج الملابس هلاقي الملابس ريحتها مش كويسه، في نقطة هتفيدني في الموضوع ده، حاجة اسمها التايم ديلي أو الديلي ستارت اللي هو تأجيل التشغيل، تقريبا مثلا هتناموا كام ساعة؟ هتناموا كام ساعة يا محمود؟ كام ساعة؟ 8 ساعات. 8 ساعات هيتدور قوم جاي الديلي اند، ولا غسيل احنا هننام 8 ساعات، لو ضغطت ستارت الغسالة مش هتشتغل الا قبل ال 8 ساعات بوقتها، يعني هي لو وقتها ساعتين هي مش هتشتغل الا الساعة 6، الساعة 8 فتح عينها من النوم هتلاقيها مخلصة معانا، احنا مخلصين نوم هي مخلصة غسيل، هنيجي نخرج الملابس بتاعتنا هنلاقيها ايه؟ فريش مفيهاش اي مشكلة، مفيش ريحة كمكمة ولا اي حاجة فيها، ده التايم ديلي اللي هو تأجيل التشغيل. لو احنا في سفر، لو احنا في عمل نفس القصة، لو احنا جايين في وقتنا بالظبط هنفتح باب الشقة هنخرج الناس لها فريش مفيهاش اي مشاكل. طيب لو انا غاسل بره وشاطط بره وعايز اجفف بس بعمل ايه؟ اتباور قوم جاي عند السبين اللي هو التكييف اهوت، قوم ضاغط ضغطه واحده كده، هجيب مثلا المتوسط هنجيبه اقل حاجه اللي هو اللو منخفض، وقوم ضاغط استر، في خلال ال 12 دقيقه هتكون طارده الميه ومجايه في الحل. اهم حاجه لازم نخلي فرق ما بين كل دور والتاني ساعتين راحه الغساله، او نشتغل دور اول يوم ودور اخر اليوم، او كل يوم دور، لو اشتغلنا اصلا كل يوم دور مش هيبقى عندي غسيل، لكن مركنش شغل اسبوعين واقوم عامله كله في يوم واحد، ده اكبر غلط، اول باول هيبقى افضل واحسن. وبعد ما اخلص غسيل لازم اشيل الفيشه بتاعتي عشان خاطر لو كهربا جت
ضعيفة، كهرباء جت عالية، متأثرش بالسلب على البوردة مع المدى البعيد، ساعتين تلاتة قدام مبقاش في مشكلة. كده الحلة بدأت تلف قدامنا اللي هي مرحلة التجفيف. لو في أي حد عنده أي تعليق أو أي استفسار ممكن يبعت لنا على التعليقات، لو هنعرف نحل معاه المشكلة عن طريق التعليقات هنحلها، نجاوب إن شاء الله ونحلها معاه. لو هو قريب مننا ومشكلة لازم نروح لها بإذن الله نجيله ونحلها إن شاء الله. وياريت ما ننساش نشترك في القناة وننشر الفيديو لو احنا استفدنا منه، لعل النفع يعم الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.